عبر الشاشة الأولى، شاشة أبو ظبي الأولى، وبرنامج ستار صغار. شفنا لحد الحين 5 نجوم، باقي عندنا 3، خلنا نروح نشوفهم، وعلى السريع خلنا نروح للإمارات ونستقبل فاطمة من الإمارات. Good evening، اسمي فاطمة، عمري 8 سنين. Welcome to my show. من هوايات فاطمة تقليد رقصات الأفلام الغنائية، تحب تقلد اللي في هاي سكول ميوزيكال أشلي. نعم، أخبار إذا كون على التي في مثل أشلي تشتغل. This feeling's like no other. I want you to know. شخصيتها وايد حلوة، جريئة، طموحة. هي تحب ان في المستقبل ان تكون شيء مهم في الدوله يعني. اهلا وسهلا بنت بلاد فاطمه، شو اخبارك؟ الحمد لله. من وين انت في الامارات؟ العين. من العين؟ عيناويه اكيد. انت تشجعين نادي العين؟ وابوك تشجع نادي العين ولا انت بس تشجعين؟ ما ادري، اختي. اختك تشجع نادي العين؟ حتى انا عيناوي. يلا قولي لي، شو من اكثر شيء تحبينه؟ غير الغنى اول شيء. الغنى نعرف تحبينه صح؟ شو تحبين بعد؟ اقلد هدى حسين. تقلدين هدى حسين؟ اجمل تحيه لفنانتنا هدى حسين. الحين نبى منك تغنين اغنيه، شو الاغنيه بتغنيها لنا؟ احساس جديد. احساس جديد؟ يلا خل نسمع بنت البلاد فاطمة من الإمارات. إحساس جديد قلبك بيزيد، بتحس وكلمة بتطلع فيه، إنك عطول في مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت علي. أنا ما بديت إني كلام بيداوي بقلبي حنين والغرام، أنا ما بديت إني كلام بيداوي بقلبي حنين والغرام، بكفيني إني بحبك، هيدي الكلمة بتقتلني. بكفيني اللي بحبك، هيدي الكلمة بتقتلني. برافو. مرحبا مرحبا يا فاطمة. نانسي أول ما سكتت قلتي برافو. إيه لأنه عم بتغني مظبوط وعلى الإيقاع. صعبة تغنين لبناني وأنت إماراتية فاطمة ولا كان؟ كان هين؟ عادي. مو عادي؟ طيب شو من الأغاني بعد حافظة لنانسي؟ أعرف هذا. بس قربي قربي شوي، قربي على المايك. أعرف وايد أغاني. وايد أغاني حقة؟ هي. شو من الأغاني بتغني لها؟ أعطيني مقطع شي بسيط من دون بيانو. أعرف الدنيا حلوة. شو؟ الدنيا حلوة. الدنيا حلوة؟ يلا أعطيني مقطع واحد. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا، عالحب ميت وعدل انسى انسى كل الأحبة اتنين اتنين، نتجمع بالهوى دايبي على ايدك اشهر.
تتفكر واللي تفكر ده عمري كل يومين انسى انسى اللي على طول على طول ما تسيبش جعلك مرة يحول افرح شوية واضحك شوية كده خلي روحك عالية وقلبي غني كمان وكمان وصل غناية لكل مكان انا لو عليا دلوقتي جاي علشان اقول يا زعل باي باي. حلو حلو. على فكرة تدخل فن الاستعراض ولا شو رايك؟ تستعراض وعايشة نجمة. طيب خلنا نشوف ابوها هناك. يا معمنو اول شيء انت؟ اختي وابوي. طيب نبي نسألها الحين، هي دائما هي شكلها شي هادية بس تحس في اغانيها انها وايد ثقيلة وقوية، حشا تلاحظون البيت عندكم؟ ولا متعبتنكم شوي ولا تي ولا بس قدامنا نحن مسويت شي انها هي هادية؟ لا هي هادية شوي. هي هادية بطبعها. وشو تحب غير الغناء؟ تحب تقمص الشخصيات. مثل شو؟ يعني تتلبس دائما تلبس وتقلد. مثل منو تقلدون عندكم في البيت؟ يعني خواتها احيانا مرات امها ممثلين شيء ممثلين بعد. مثل منو تقلد اكثر شيء اكثر شخصيه تقلدها وتعجبك انت؟ هي دائما تلبس لبس سودة حسين. هي تحب تقلدها. تحب تقلدها. نعم. طيب زين الحين شو في كلمه على فكره دائما هي ترددها، شو الكلمه هاي؟ خبرنا. انا حلوه. انت حلوه؟ لا قوليها خلنا نسمعها عشان يتأكدون. قوليها. عندي كلمتين. هاي كلمتك؟ عندي كلمتين. كلمتين؟ هي. اول كلمه شو؟ اول كلمه انا حلوه والثانيه انا ملكه جمال الامارات. بصراحه انا اوقع لك انت ملكه جمال الامارات بالفعل. صفقه للاطفال طبعا. انا عايبني صراحه اسلوبك وعايبني اداتك وان شاء الله تصير نجمة في المستقبل. خل نسألك، هل توافق لو كبرت أنها تكون نجمة وتكون مطربة تغني ولا راح يكون هذه هوايتها؟ لا هوايتها. هوايتها حسب الهواية يعني. إن شاء الله. وانت شو تبي؟ بزنس وومن. ها؟ بزنس وومن. جود جود. قوية البنت هاي بزنس وومن ما شاء الله. إن شاء الله الله يخليك يا فاطمة إن شاء الله وتتقدمين وتكبرين وتدرسين إن شاء الله وتكونين نجمة في المجال اللي أنت راح تكونين فيه تخدمين فيها بلادك تخدمين فيها اهلك. شو رايك نانسي بقوه شخصيتها واسلوبها؟ ذكيه. ملكه جمال وبزنس وومن ومطربه وتغني صح ولا واستعراض واحلى شيء تغني حق نانسي بقى. طيب خلينا نروح الحين لجمهورنا نطلب منكم انكم تصوتون للنجمه الاستعراضيه للمطربه للبزنس وومن لملكه جمال الامارات في الاطفال فاطمه تفضل. ولو فزت شو بتسوين؟ لو فزت شو بتسوين؟ بس اللي انت توفي بس تسوي حفله؟ تعزميني؟ اكيد؟ خلاص يوم برجع الامارات بسوي الحفله. شكرا لجمهورنا. شكرا لك فاطمه. الحين خلنا نروح لجنى من مصر. بسماري ولوني مصري انا مصري ابويا مصري بسماري ولوني مصري. هاي انا اسمي جنى عندي 4 سنين وانا مصريه. جنى بنوتي جنى يعني بحس انها موهوبه جدا يعني زي المطربين تحب دايما تمسك الشريط تحطه في الكاسيت وتغني ودايما وهي معايا مثلا في البيت بتساعدني او حاجه بلاقيها تحب تغني. اللي بيسمع كلمه اهله شو بنقله؟ شاطر شاطر يا اللي بيقعد عاقل وحده شو بنقله؟ شاطر شاطر. جانا البنوته الثانيه والفنانه الجميله موهوبه and very smart girl. هلا يا دنا ملكة جمال الإمارات عندنا قبل شوية والحين ملكة جمال مصر. قولي لي. على فكرة بغني أغنية ابن الجيران مزبوط قوي. بتغني تغني أغنية ابن الجيران مزبوط قوي. هي عشان لا حد يقولنا في حد يغني أحسن عنها. طيب أوكي ليش نسمع منك ونشوف نانسي شو بتقول. يلا نغني. يلا جولي تفضلي خلنا نسمع جنى من مصر.